هذه للجولان، ليست هنا يا أخوان. قنبلة إضاءة ليضربوا ليلا، وقذائف عدة سقطت منها على هذه البلدة الآمنة. قنبلة إضاءة 7 8 10 عدة. يلا ما هذا؟ البلد دي ام الروسي ل 14.5 قذائف و23 بصدورنا. يا ابن الجزائر، أما تنظر لحالنا؟ أما تنظر هذه القذيفة على بطن امرأة حامل، أم بصدر طفل يحبو، أم بصدر من هذه؟ بصدر من؟ غيظ من فيض. هذا ما تلقفناه وتلقيناه بصدورنا العارية. أرجوكم يا جماعة العربية، اعملوا شيئا. أنتم تعطونا المهل ونحن ننزف، ننزف على الموت البطيء. الأكسد أهون، نزف دماء، موت بطيء، نموت كل يوم. مثل معناتها 30 إنسان على مذبح الحرية. ثورة المليون شهيد، لكن ضد فرنسا وليس ضد أنفسنا. أرجوكم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ما هذا؟ الله أكبر. هذا ركاب متوسط بنفحة رجل أو قبضة يد. لعنة الله على آل محمد. هي إصلاحات بيت الأسد، بيت إصلاحات. الجامعة العربية وفدها غادرت كية، لم يغادر بعد 5 دقائق تم القصف. وهلا واليوم سيحل بنا ما حل بالامس يا سيدي. المره الماضيه بعد ما مشينا حرقوا بيتين مقاليد الامور اعطاها الله للانبياء لتخليص الأولاد.